انت مين بدك تشوفي؟ عمو نبيل وعمو سمعان. بدك تشوفي عمو نبيل وعمو سمعان؟ مين عمو نبيل ومين عمو سمعان؟ بيكون مديره لبي. مديره لبيك؟ بيك عنده مديرين؟ ليه عنده مديرين؟ لأنه بيشتغل بشغلتين، وعمو نبيل بيكون مديره لبي بالمي، عمو سمعان مديره الثاني بشغله الثاني. ليه بدك تشوفيهم؟ مش انت اسألهم، لأنه بي منع من شوفه لأنه بدل شغل. خلص من عند عمو سمعان بيروح لعند عمو نبيل. وشو بدك منه؟ بدي اطلب منه انه يعطوه فرصة لبي من الشنطة ياخد يوم معي، انا احبه كتير. بيك ما بتشوفيه؟ لأي ساعة بروح على الشغل؟ الساعة 5:30. انت بتكوني بعدك نايمة؟ واي ساعة بيرجع؟ الساعة 2:30. بتكوني انت نايمة؟ بالويك اند؟ ما بشوفه، لا الويك اند كمان شغل. كمان بالشغل؟ إذا قال لك عمو نبيل وعمو سمعان، إذا قالوا لك أي نهار بدك البابا يفرس؟ بيوم عيد ميلاده. أمتى عيد ميلادك؟ 3 آذار. يعني أنت من اليوم عم بتخططي لعيد ميلادك اللي ب3 آذار بدك البابا يكون معك نهار عيد ميلادك؟ مش أنت تأكد إذا بيوافقوا أو ما بيوافقوا. تأكد بالعيد ميلاد اللي قبل البابا ما كان معك؟ بلا، بس تغري روح. شو كان بدك تعملي انت وبيك وما عملتيه هديك السنة؟ كان بدنا نروح انا وهو على الحديقة وما اجا نص ساعة وروح. وشو بدك تعملي انت وياه هالسنة؟ بدنا نروح انا وهو على الحديقة، لأنه قلني زمان نحن بنحب بعض ولا مرة رحنا مع بعض. لكن بدك تحكي مع